السلام الرياض، كيدير؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم مصطفى بيش من جديد، فيديو جديد ان شاء الله تعالى. كل مره كنا كنقولوا غنديروا شي باك اللي هو بروفيسيونيل، واللي ما يبقاش لله الحمد. اليوم عندنا جوج باكات، اللي هو الكومبو الاول فيه موراني شيمانو 14000، فيه كان سكوربيو ساسوري كما غتشوفوا معنا، غادي نطيعوا معكم حاجه بحاجه. والكومبو الثاني عندنا فيه موراني سكوربيو 14000 ولا كان انترا فورس. غندوزو اول كان اللي هي سكوربيو ساسوري، اللي هي هذيك الاخوان. صايب الله مبارك مليحه في الشد الرقيقه كما كتشوفوا معنا. لاكسو ديالها 200-350 غرام، كسبه طوبولار، بورت موريني كيجي فوجي، ولي زانو تما راه فوجي. قصيبه او موريني اللي هو شيمانو 14000 كتعرفوه، غني على التعريف، ما كاينش اللي طايف فيه اكثر. كيجي بجبوبينات ديالو الومنيوم والدعامه ديال السبيب. بالنسبه لي زانفورماسيون ديالو، كيجينا ب 20 كيلو ديال الفران كما كتشوفوا معنا، سي تي ام 4-3-1، 20 كيلو ديال الفران. بالنسبه للبو 585 غرام، لورمات 4، 5 لورمات كيجي تقريبا، يعني 4 زائد 1 هي 5. بالنسبه للريكيبيراسيون كيجمع في كل دوره متر و 3 سنتيم في الجميع ديالو. بالنسبه للكاباسيتي ديال الخيط الكيز، 35 كيز ب 550، 40 كيز ب 400، كل 45 كيز ب 300. هاد الكومبو كله كيبقى الثمن ديالو 3150 درهم، كومبو كامل، يعني كان زائد موريني اللي هو شيمان انتيغرا 14000 معروف بعلى التعريف، الثمن ديالو كيبقى 3150. معنا الكومبو الثاني اللي هو هذا، اون كان 3 بيس هي، لاكسيون فيها 100-300، سكوربيو الترا فورس، لي زانو فوجي. بالنسبه للبورت موريني تا هو راه فوجي، كتجيب واحد ديزاين واعر، كان وحشيه. الناس اللي بغاو شي حاجه على قد الحال بالنسبه للثمن، حتى الثمن شويه على هذاك، ماشي بحال ما هذا يكون شويه الثمن طيح. وبالنسبه للموريني هو هذا كما كتشوف معنا، سكوربيو وبن الومنيوم. بالنسبه لي غورمو راه فيه 19 غورمو كما كتشوفوا معنا، فيه بوبن الومنيوم كتجي معاه بوبن وحده. موريني زوين خفيف ناضي كما تنقولوا. بالنسبه للكومبو هذا كيبقى الثمن ديالو 1800 درهم، الكومبو الاول 3150 درهم، الكومبو الثاني 1800 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا الرياس، غنخليني ما ندير الواتساب فوق هذا الفيديو هذا. هذا ما كان، بقى لي غنقول لكم كان معكم اخوكم مصطفى بيش كازا، حياتي ومع السلامه جميعا.